الأم لو هديتها كأس سماء ستراه هدية. الأم بالذات هي الوحيدة التي لا تكلفك شيئا. دعونا نتكلم عن الأم صراحة. يعني شوف كل شيء تتكلم عن يوجد مشاكل حلول إلا الأم، إن تكلمت عنها تشعر هي المودة، هي الحب. دائما تجد بين الحب والتضحية تجد الأم واقفة تضحي من أجلك ولحبك، علم؟ لهذا الذي لا يبر بأمه مسكين. يعني أنت تصور لو قدر الله جل وعز شانه، نسأل الله أن يحفظ جميع أمهاتنا، نقول أمين. لو قدر الله عز وجل شانه أن تقبض الليلة أمك تموت، تصور أنت الليلة أمك تموت، تموت، ستندم على كل دقيقة أضعتها لم تكن بجوارها. والمشكلة أمك بالذات تطاردك في كل أرجاء المنزل، أمك بالذات. الزوجة حينما تموت تنساها، لا نكذب على بعض، ننساها وهي تنسانا، لأنها تتزوج علينا لما نموت ونحن نتزوج عليها. لكن الأم لا، تطاردك حتى في منامك. لماذا؟ لأنها أم. واضح؟ بمجرد أن تدفنها وتضع التراب عليها أنت لا تشعر بالألم الآن، لما ترجع للمنزل وترى عباءات الوالدة معلقة، وترى سجادة الصلاة ما زالت على الأرض، وترى المسباح الذي كانت تسبح به، وترى حناءها، وترى العود الذي كانت تتطيب به، وترى جلابية الوالدة وهي أمامك، وترى كل زوايا المنزل وجود الوالدة، بل أحيانا ربما تستيقظ على صوتها وهي تحت التراب، وهي تحت التراب. لهذا لا أحد يأتي بمنزلة الأم أبدا، فهي أم أصلك.